مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة الصباحية ومن محافظاتنا الجنوبية، تحديدا نتواجد الآن في مركز الثقافة والفكر الحر حيث أقام المخيم الأول واللي بيحمل عنوان مغامرات فضائية، بيهتم بالفلك وطبعا معهم 40 طفل لتعليم الفلك وأسرار هذا الفضاء. تفاصيل أكثر كونوا معنا في هذه الفقرة. طبعا المخيم الفلكي هو أساسا فكرة مستحدثة من خلال تدريبات سابقة من السنوات السابقة، خضناها في تجارب تعليمية وترفيهية للأطفال بالتعاون مع مركز أبحاث الفضاء والفلك بجامعة الأقصى. هاي الفكرة كانت أساسها أنه إحنا نعلم الأطفال العلوم الفلكية ونقلل الفجوة في المعرفية والعلمية اللي ما بين المجتمع الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وما بين التطور العلمي والمعرفة والتكنولوجي اللي وصلوا له العالم بالخارج. الفكرة هي عبارة عن أن المخيم الفلكي هذا العام مختلف تماما، في أكثر تعايش للأطفال مع الأجرام السماوية، أكثر رصد للأجرام السماوية، بالإضافة أنه الأطفال كمان أصبح يتعرفوا على المكونات والأجرام السماوية بأكثر حرفية وأكثر معرفة. عادة إحنا بنجهز البرامج التدريبية حسب الفئات العمرية، اليوم إحنا في مخيم مغامرات فضائية، هذا المخيم الأول اللي بقام بفلسطين بهذه الكيفية، يقام موجود معنا تقريبا من 30 إلى 40 طفل، بنشتغل معاهم حول التجارب الكيميائية اللي إلها علاقة بعلم الفلك، بنحكي عن النجوم، عن الأجرام السماوية، بنحكي عن النيازك، بنحكي عن المجموعة الشمسية بشكل عام، عن المجرات، حتى بنعلم الأطفال يحكوا عن عناوينهم الفلكية، طبعا كل ما مرتبط بأمور علمية وأنشطة وفعاليات يعني، وحتى الجانب العملي. ففي موجود معنا تلسكوب مركز أبحاث الفلك والفضاء اللي بجامعة الأقصى، موجود معنا دائما للرصد، الآن بيرصدوا البقع الشمسية والشمس، في بعض بالليل بنتأخر بنرصد الأجرام اللي بتكون موجودة، حظنا أنه في المخيم هذا موجود زحل، في زحل والمشتري في مجال النظر، والقمر لطيف، وشهر أغسطس مليان شهب، ففرصة كتير حلوة إنه الأطفال موجودين بهذا الوقت. طبعا جامعة الثقافة فكر الحر أسست وأنشأت مخيم اسمه مخيم الفلك والأبحاث من جامعة الأقصى، طبعا هم جابوا مركز الأبحاث والفلك من جامعة الأقصى عشان هم يساعدونا مثلا في إنه يفهمونا في علم الفلك وهذا، وإحنا رصدنا أكثر من كوكب، عملنا شفنا كوكب زحل وشفنا النجوم وشفنا الشمس، بس أنا أكثر إشي حبيته شفت لما شفت حلقات زحل، كانوا بالنسبة إلي أحلى إشي شفته بحياتي، وأول مرة كأني كطفلة من صغري شفت هذا الإشي. طبعا كمان الجمعية، هم إحنا الجمعية دائما بنفذوا كل متطلباتنا، يعني في أكثر مرة أخذنا دورة تصوير، طلبنا دورة علم الفلك، إجينا شاركنا ووزعنا الأقسام، شفنا وكان في تجارب، عملنا تجارب وشفنا رصدنا اول يوم القمر، القمر كان شكله كثير حلو وكان في ثقوب، هذا الثقوب سببها الغازات. بعد هيك شفنا الشمس، الشمس كانت حلوه كثير. بعد ما شفنا الشمس رصدنا المريخ، المريخ حلو كان له ثلاث الوان اللي هو برتقالي واحمر واخضر. الشيء اللي كنت مهتم فيه في عالم الفلك انه كنت اشوف على التلفزيون او على اليوتيوب، انه كنت اشوف ناس كثيرة بتشوف الاقمار، فحبيت اجي هنا وكانت عندي اسئلة غريبة انه اسألها لبعض الاساتذة، طبعا جاوبنا عليها كلها. هذيك اليوم تفرجنا على كوكب، على نجم اسمه الشمس، شفناه في التلسكوب، لقينا فيه وشفنا انفجار فيه واحنا قاعدين بنشوف في التلسكوب،
وبعديها في الليل شفنا القمر، بعديها بيوم رحنا شفنا كوكب الزهرة وشفنا كوكب المشتري وهو عليه 4 أقمار. المميز في هذا المخيم احنا عادة بنعمل دورات او محاضرات او امسيات بسيطة، يعني يوم بيكون في القمر بدر، بداية الشهر، في ظاهرة فلكية معينة بنروح بنعمل جلسة رصد وخلص. بس المميز في هذا المخيم انه مبني على اسس علمية، يعني كأنه الاطفال هدول بياخدوا دبلومة فلكية بس بسيطة على عمرهم، يعني مناسبة لفئاتهم، يعني مميزة. بعدين في نهايته رح يكون في معرض فلكي من منتجات هدول الاطفال، فاحنا بنحاول انه علم الفضاء او الفلك اللي اصلا مش موجود في قطاع غزه، ما في له اي يعني مؤسسه رسميه حاضنه في قطاع غزه بعيد عنهم، بنحاول نقرب لهم اياه وبنسمح لهم يبدعوا بخيالهم شو بيشوفوا بيصنعوه بايديهم، حيعرضوه لاهاليهم شو عملوا، لانه علم الفلك اصلا مش حاجه بسيطه، يعني ايا كان الناس بتحكي نبعث اولادنا يتفرجوا على علم الفلك شو يعملوا، يعني فضاء شو بالنهايه في فلسطين ما في عندنا لا وكاله فضاء ولا الاحلام، يعني الوضع الاقتصادي والسياسي ما خليهم يعملوا احلام كبيره، لكن احنا بنحاول نعلمهم علم الفلك لانه له كثير فوائد للاطفال. المخيم الفلكي هو اساسا نتاج لمجموعه من التدريبات في خلال الاعوام السابقه، كانت عندنا بدايه الفكره انه احنا ندرب الاطفال ونعرفهم على الثقافه الفلكيه بشكل عام، والسنه هاي حبينا انهم يتعايشوا معها اكثر للفكره هاي ويكونوا اقرب للتعرف للاجرام السماويه، ويكون في عندنا فتره طويله في التعرف على الموضوع هذا. هلا في الاطفال طبعا بيمروا في اختبارات تقييميه حسب الرغبه وحسب الهوايه، وبعديها بيتم اختيار الفئه. الاقبال كان شديد جدا وعالي جدا، لانه اساسا البرنامج له السنه هاي بيكون السنه الخامسه من التنفيذ المتواصل والمباشر مع الفئات، فاصبح الاطفال بيعرفوا ايش هو المخيم الفلك او ايش هو علوم الفلك اللي بينفذوه في جمعيه الثقافه والفكر الحر، لانه هو اساسا البرنامج هذا بيساعدهم على تنميه التفكير الابداعي ومهاراتهم، وبيطور كمان ثقتهم بنفسهم وبيخليهم يحددوا كمان مستقبلهم هم وين بده يوصلوا. وزي ما حكيت لك بالاساس الفجوه اللي ما بيننا وما بين التطور المعرفي والعلمي والتكنولوجي اللي بيصير برا وما بين قطاع غزه المحاصر، هاي التجارب بتخليها تقل وتخف. وبهيك مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الصباحية من محافظاتنا الجنوبية، ونهاركم سعيد.